والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب حشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب في للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية. ونحن في فقه المعاملات بقالنا مدة من حوالي سنتين كده في فقه المعاملات، وبدأنا فصل في الصلح، والصلح المتعلق بالمعاملات. بدأناه في الجلسة الماضية، يقول: فصل في الصلح، وهو لغة قطع المنازعة، وشرعا عقد يحصل به قطعها، ويصح الصلح مع الإقرار بالمدعى به في الأموال وهو ظاهر، وكذا ما أفضى إليها أي الأموال، كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح فإنه يصح، أو بلفظ البيع فلا. وهو أي الصلح نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء أي صلحه اقتصاره من حقه أي دينه على بعضه، فإذا صالحه من الألف الذي له في ذمة شخص على 500 منها، فكأنه قال له: أعطني 500 وأبرأتك من 500. بيسموه إيه؟ صلح حطيطة، يعني يحط عنه جزء يتنازل عن جزء وياخد الباقي، يسموه إيه؟ إبراء حطيطة. ولا يجوز، احنا واقفين على هنا، ولا يجوز بمعنى لا يصح تعليقه أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء على شرط، كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك. والنوع الثاني من الصلح والمعاوضة، يبقى في إبراء ان هو ياخد جزء ويترك جزء، او لا ياخد شيء يبري ابراء تام، وفي معاوضة انه ياخد بداله يا اما عين او مال، يسموها معاوضة يعني يعوضه. والمعاوضة اي صلحها عدوله عن حقه الى غيره، كأن ادعى عليه دارا او شقصا منها يعني جزءا منها، وأقر له بذلك وصالحه منها على معين كثوب فإنه يصح، ويجري عليه أي على هذا الصلح حكم البيع. يبقى في المعاوضة لما يصطلحوا بالمعاوضة لها حكم البيع، من الرد بالعين ومن شرط المجلس وغير ذلك. فكأنه في المثال المذكور باعه الدار بالثوب، وحينئذ فيثبت في المصالح عليه أحكام البيع، كالرد بالعيب ومنع التصرف قبل القبض، ولو صالحه على بعض العين المدعاة فهبة منه لبعضها المتروك منها، يعني صالحه على البعض. هنا في المعاوضة صلح الحطيطة يبقى الجزء اللي حطه هبة، واضح؟ في الإبراء بنسميه احنا حطيطة، في المعاوضة نسميه الجزء المتروك ده هبة. فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر في بابها، من عدم الرجوع فيها إلا إن كانت لابن، فيجوز إنه يرجع فيها إذا كانت لابنه، أما لغير ذلك فلا يجوز عند الشافعي. ويسمى هذا صلح الحطيطة، ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك. يبقى المتروك ده هبة، لو قال عليه بيع ما ينفعش، لأنه كانه بيبيع بعضه لبعضه، ما ينفعش، كأن يبيعه العين المدعى ببعضها. نقف لحد هنا، نقرا كلام الشيخ البيجوري. انا بودي النهارده نخلص الصلح كله لو قدرنا. يعني يقول الشيخ ابراهيم البيجوري فيما قراناه في الشرح والمتن، يقول في حاشيته: قوله ولا يجوز بمعنى لا يصح، اصل لا يجوز ساعات معناها ايه؟ يعني حرام، يعني فيها اثم. واحيانا يطلق الفقهاء بمعنى عدم الصحه بغض النظر عن الاسم وعدمه، يعني اقول لك مثلا ايه،
لا يجوز أن تشرب الخمر، يعني حرام أن تشرب الخمر، مش كده برضو؟ وأحيانا نقول إيه، لا يجوز أن تشتري وتبيع وقت الجمعة، يعني حرام لكن يصح. فليس كل لا يجوز معناه لا يصح، أحيانا يصح ولا يجوز، وأحيانا لا يجوز يعني لا يصح فقط بغير اسم. تعرف الفرق بينها لما تيجي تقرأ بقى إيه من خلال السياق، السياق تعرف إن لا يجوز هنا يقصد بيه إيه. ولا يجوز بمعنى لا يصح، أشار بذلك لأن المراد بعدم الجواز عدم الصحة لا الإثم فقط، لأنه لا يلزم منه عدم الصحة، يعني لا يلزم من وجود الإثم عدم الصحة، فقد لا يجوز مع الصحة كما في البيع وقت نداء الجمعة، يعني يصح لكن حرام. لو انت اشتريت عربية وقت ايه صلاة الجمعة، العقد صحيح لكنه حرام، مش باطل لكنه حرام. قوله تعليقه يعني لا يصح تعليق ايه الابراء، الصلح بالابراء لا يصح تعليقه على شرط معين. ومثله توقيته، يا اما تعليقه على شرط او على وقت. وقوله بمعنى الإبراء ليس بقيد، وإنما ذكره مجاراة لكلام المصنف، يعني لا يجوز الصلح تعليق الصلح مطلقا سواء كان صلح معاوضة أو صلح إبراء، لكن هو إيه قال إيه، أي الإبراء من باب يعني أنه كان السياق في الإبراء يعني، لكن لا يقصد أنه خاص بالإبراء فقط. وإلا فلا يجوز تعليق الصلح مطلقا. ليه بقى؟ لأن في قاعدة، لأنه عقد والعقود لا تعلق، يبقى دي قاعدة، الصلح عقد والعقود لا تعلق، يبقى ما فيش فيه تعليق، واضح؟ دي قاعدة تمشي بيها على طول. قوله كقوله إذا جاء رأس الشهر، علقوا بزمن، أي أوله، رأس الشهر يعني أول الشهر. وكذلك إذا دخلت الدار، أو إن أبرأتني، وهكذا كما يشير إليه كاف التمثيل. وقوله فقد صالحتك أي أو أبرأتك مثلا، لا يصح هذا النوع. النوع الثاني بعد المصالحة بعد الإبراء فيه المعاوضة، والمعاوضة أي صلحها، أشار بذلك إلى أن كلام المصنف على تقدير مضاف نظير ما سبق. قول عدوله عن حقه إلى غيره، يعني أنا كنت عايز أخذ منك العربية بتاعتي اللي انت خدتها مني، فعايز اخدها مني، حصل نزاع، حصل خصام، تقوم ايه انت مش عايز تديني العربية، او انت خدت العربية وخربتها، عملت حادثة بيها فخربت، او ما اقول لك طب اديني قيمتها، انا مش عايز العربية بقى، اديني قيمتها دي كانت 88000 جنيه، هات 80000 جنيه وخلي العربية معاك، دي اسمها معاوضة. جزاك الله خير. اشرب وكل بيمينك، انما حطها ناحية شماله يقول له اشرب وكل بشمالك، هو ده خطأ. الابراء قد يكون بدون مقابل او بترك البعض واخذ البعض، زي انا عايز منك 1000 وشايفك مزنوق، اقول لك طب اديني 500 ومسامحك في 500، يسموها حطيطة، حطيت عنك جزء وخدت جزء، وقد يكون بكله على حسب. والمعاوضة أي صلحها، أشار بذلك لأن كلام المصنف على تقدير مضاف نظيره ما سبق. قول عدوله عن حقه إلى غيره هو شامل للصلح من عين على عين معينة كما ذكره الشارح، أو غير معينة بل موصوفة في الذمة، يعني ممكن نصطلح على عين موصوفة في الذمة، أقول لك مثلا بدل الحاجة اللي احنا عليها النزاع، طب هات لي بدلها بضاعة صفتها كذا وكذا وكذا بنفس قيمتها، يبقى وصفتها في الذمة، كويس؟ فيجري عليها أحكام البيع في الذمة، فإن ذكر فيه لفظ استلم فهو سلم، بيع السلم اللي هو بتبقى دافع الأول ودي لك البضاعة بعدين، غير البيع بالأجل، الأجل بتاخد البضاعة أولا والثمن متأخر، السلم عكسه.
فهو سلم يجري فيه أحكامه، وإن صالحه منها على منفعة عبده شهرا فهو إجارة من المدعي عليه للمدعي، يعني كأنه بالضبط أجر. يعني احنا عندنا في نزاع بيننا وبين بعض على 1000 جنيه عايز اخدهم، اقوم ايه يقول لك ايه، طب بقول لك ايه، خد العبد بتاعي يخدمك شهر، او الواد ده بيخدم في الشهر اجرته في الخدمة 1000 جنيه، يخدمك الشهر ده وخلاص ما تطالبنيش بال1000 بقى. يبقى هنا كأنه إجارة، لأن بقت المصالحة على منفعة، كأن أنا أجرت العبد مقابل مالية في ذمتي. واضح؟ بقت اسمها إجارة من المدعي عليه للمدعي لغيرها بها، وإن صالحه من منفعتها شهرا بعبد فهو إجارة من المدعي للمدعي عليه لها بغيرها. يعني ممكن تكون العكس، إن أنا انتفعت وما اديتكش الأجرة. كويس؟ يعني أنا انتفعت، الصورة الأولانية أنا خدت الأجرة وما انتفعتش، فأنا اصطلح بمنفعة، يديني عبد يخدمني. الصورة الثانية أنا انتفعت وما دفعتش، فبقى النزاع على أجرة المنفعة. واضح؟ فيبقى إيه؟ فهو إجارة بالعكس بقى، هيبقى الإجارة من المدعي عليه للمدعي، يعني عكس الثانية. ما في السلم دي إجارة. السلم دي تبقى بضاعة، بضاعة موصوفة في الذمة، لكن ده هنا إيه؟ منفعة. وإن صالحه منها على رد آبق مثلا، يعني هو عايز ياخد مني إيه 1000 جنيه مثلا، فيقوم التاني اللي هو عايز ياخد الألف ده يكون عنده عبد آبق، يقول لي لو أنت مش قادر تجيب لي الألف طب دور على العبد الآبق ده، لو ردته لي اعتبرهم حلاوة، مش عايز مني. يبقى بقت جعالة. ما الجعالة دي اللي هي إيه؟ المكافأة اللي بيسموها المصريين الحلاوة، ليك الحلاوة عندي لو عملت لي كذا. ضاع مني المحمول مثلا بتاعي الموبايل، أقول له دور عليه ولو لقيته هديك 50 جنيه. 50 جنيه اسمها جعالة. لو كان النزاع بقى على 50، أنا كنت عايز أصلا آخد منك 50، فهمتني؟ وكان ضايع مني المحمول، أقوم أقول لك إيه، أوظفك بقى، أقول لك طب دور لي على المحمول واعتبر الـ50 دي لو لقيته هدية ليك. بقت جعالة. فهمت بقى؟ وإن صالحه منها على رد آبق مثلا فهو جعالة. جعالة يعني عند المصريين حلاوة وزنا ومعنى. يقول لك ايه، اللي يلاقي لي ابني اللي تايه هديله 5000 جنيه 10000 جنيه، اسمها حلاوة، اسمها جعالة. يقول لك وليك حلاوتها. لو كانت جعالة عقد لازم تبينها قد ايه قدرها، لكن ما تقولش عندك الحلاوة وساكت كده مبهمة. عشان تبقى عقد جعالة لازم تقول هدي لك كذا، تبقى مبينها. واضح؟ ضاع منه 1000000 جنيه، يقول له دور لي عليها وليك 10% منها. يقوم خلاص بقت جعالة، ال 10% دي جعالة. واضح؟ تجري فيها أحكامها، وإن صالحه منها على منفعتها فهو عارية. يعني قال له إيه؟ قال له بقول لك ايه، انا مش كنت عايز اخد منك، مش كنت انت عايز يعني عايز اخد منك 1000 جنيه؟ طيب انا انتفعت بالعربيه بتاعتك على اي حال في المشوارين اللي فاتوا دول بال1000 جنيه، خلاص اعتبر دي قدام دي. يبقى كان انا حطيتها باني استعرت العربيه مقابل ال1000 جنيه اللي ليل، بقت اسمها ايه؟ عاريه. تثبت فيها احكامها، فان عين مده فاعاره مؤقتة، لأن في الإعارة بتبقى فيها وقت معين، وإلا فمطلقة لو ما حددش مدة. وإن صالحه منها على بعضها فهبة، يعني وهب لي جزء وخد جزء. واضح؟ تجري فيه أحكامها. لا، رد الآبق. لا، في كتاب قبل رد الآبق، وإن صلحه على منفعة عبدي فهو إجارة.
لان هنا اصل هنا ايه، لو سبقت المنفعه النزاع على المنفعه وخدت البتاع بقت ايجاره، لو كان خدت انا المنفعه الاول، لو خدت الاجره الاول وحولتها المنفعه واخد بقت ايجاره، واحده ايجاره واحده عاريه على حسب ايهما اسبق. فهمتني؟ بس بتشوف ايه الاسبق عشان توفقها. وإن صالحته وإن صالحته منها على أن يطلقها فخلع، يعني خد من مراته فلوس كتير فبقت مراته عايزة تاخد منه 30-40 ألف جنيه وهو مش عارف يسدد، قالت له بقول لك إيه، طيب اعتبر يا سيدي 20 ألف، اديني 10 وخلي 20 ألف دي مقابل تطلقني، يبقى خلع. فهمت؟ يبقى خلع، ما هي عايزة تخلص منه بقى عشان ما يسحبش فلوسها تاني، كل شويه قاعد ياخد منها وما بيسددش، بيتجوزهم وياخد فلوسهم، يبقى ده ظالم. وان صالحته منها على ان يطلقها يبقى اسمه ايه، خلع. وان صالحه من كذا على اطلاق هذا الاسير ففداء برضه، يبقى كل حاجه على حسب معناه. عشان كده الصلح تلاقي ليه اسماء كتيره على حسب، زي ما بنصطلح مع الكفار يسموها مهادنة، لما نصطلح مع الكتابيين وناخد منهم جزية ويعيشوا معانا اسمها عقد ذمة. يبقى الصلح ده ليه أسماء كتيرة على حسب موقعه من الإيه، من المسألة. وإن صالحه من المسلم فيه على رأس المال ففسخ، أنا اديتك رأس مال، اديتك 100 ألف جنيه وقلت لك هات لي بيهم بضاعة مواصفاتها كذا وكذا 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 في الذمة وتجيبها لي بعد شهر، مر الشهر وما جبتش البضاعة، جيت طالبتك بيها قلت لي بقول لك ايه انا ما قدرتش اجيب البضاعة بالمواصفات دي، خد فلوسك اهي، يبقى اسمه فسخ، فسخ عقد السلف. واضح؟ يبقى اسمها ايه، فسخ. فاهم؟ وهكذا فعلم من هذا أن أقسام الصلح كثيرة، درجة علماء وصلوها يعني إلى 70 وأكثر نوع. قول كأن ادعى عليه دارا هي مؤنثة وتذكر على معنى الموضع، تقول هذا دار وهذه دار، هذا دار يعني موضع دار، وهذه دار يعني الدار نفسها، وتجمع على دور وديار وأدور. وقول أو شقصا منها، الشقص يعني جزء قطعة بس في المشاع، أو مجنبة تفرقش. يبقى الشقص هو الجزء من الشيء إما في المشاع أو مجنب يسموه شقص. في المشاع يعني مش متحدد، يعني انا وانت نملك 5 فدادين مع بعض، انا ليا فيهم 3 وانت 2، بس فين الـ3 بتوعي؟ مشاع في الـ5، والـ2 بتوعك مشاع في الـ5، انما ما نعمل فرز وتجنيب يبقى انت ليك الجزء ده وانا ليا الجزء ده. او شقصا منها بكسر الشين وسكون القاف اي قطع منها. وقول واقر بذلك اي باحد الامرين، الدار او الشقص منها. وقول وصالحه منها اي من الدار، منها يبقى ده المتروك، على يبقى ده المأخوذ. وكان علي ان يقول او منه اي من الشخص، فالدار او شخصها متروك، طالما دخل من قبليه يبقى ده متروك لدخول من عليه كما هو القاعدة الاغلبية. وقول على معين هو المأخوذ، المعين ده هو المأخوذ عشان على، لدخول على عليه جريا على القاعدة المذكورة. وقول كثوب أو عبد وغير ذلك، يبقى هياخد إيه، عبد أو ثوب مقابل إنه يترك له نصيبه في الدار أو الدار كلها. واضح؟ قول ويجري عليه، كان الأولى أن يقول عليها أي المعاوضة لأنها المذكورة في كلامه، لكنه ذكر الضمير باعتبار أنها صلح، أو نظرا لتقدير المضاف الذي أشار إليه الشارح وبعضهم رجعوا إلى العدول، والأمر سهل على أي حال.
قول حكم البيع. يبقى طالما بقى معاوضة، انا سبت لك الدار مقابل العبد، كأننا بعت الدار بالعبد، اصبحت الدار مبيع والعبد ثمن، او العبد مبيع والدار ثمن، بقى كأنها عقد بيع. ويجري عليه، كان الاولى ان يقول عليها خلصنا دي قول حكم البيع، اي لانه بيع للعين المدعاه من المدعي للمدعى عليه بلفظ الصلح، وهو مفرد مضاف فيعم، فكانه قال احكام البيع كما اشار اليه الشارح حيث عبر بصيغه الجمع. قول باعه الدار اي او الشخص، وسكت عنه لعلمه مما سبق. احكام البيع ايه؟ في الرد بالعيب. يبقى ايه؟ يبقى له ان يرد بالعيب. يعني انا سبت لك نصيبي في الدار دي مقابل انك تديني العبد، فاخدت العبد ده لقيته فيه عيوب، ما يصلحش للخدمه، عنده مرض مزمن، عنده شلل اطفال، اعمى، اطرش، ما ينفعش ارده بالعيب. هل يجوز له؟ ها؟ هل يجوز له مواعيد؟ معيب اهو، انت اشتريت عربيه لقيتها معطوبه، مش تردها بالعيب؟ هو زمن الخيار؟ في زمن الخيار، زمن الخيار متروك على حسب العرف على فكره. يعني ساعات يقول لك في خلال شهر، وساعات يقول لك اسبوع، والشهر ده يتحسب امتى؟ افرض مسافر انت ورجعت بعد شهرين وشفت، يبقى بمجرد عودتك، بمجرد ادراكك للعيد. القانون عملها 14 يوم. القانون بقى ليه اختار، لان في بعض الحاجات قال لك 3 ايام كفايه عشان تدركها، بس 3 ايام عشان تبقى انت كمان استلمتها، ممكن تكون انت في سفر ساعتها. على اي حال دي امور واسعه متروكه للفقهاء بقى يحددوها على حسب اعتبار كل حاجه، واختبارها كمان يبان العيب بعد قد ايه، لان قد يظهر العيب بعد اسبوع، بعد 10 ايام، طبيعته كده ما يظهرش بسرعه، واخد بالك؟ وفي حالات بتظهر العيب بسرعه، يعني المصراه اللي هي الشاء اللي بتبقى مجمع اللبن فيها ما يحلبهاش عده ايام عشان يبقى ضرعها باين كبير، يوم اللي يشتريها ظنا منه انها بتعمل لبن كده كل يوم، فليه ان يردها بعد 3 ايام؟ لان في 3 ايام هيبان عادتها، هيكون اكتشف، يحلبها ثاني يوم يلاقي ايه درعها نص نص، يحلبه يقول يمكن عشان مغيره المكان، زعلانه ما عملتش لبن، يوم يحلب ويصبر يلاقيها برضه درعها نص نص، مغيره العلف يحلفها كويس، ويحلب تالت يوم ليها زي ما هي، يبقى ده عيب بقى، ده عاده فيها، والتاني كان مجمعهم لي 5 6 ايام ما بيحلبهاش عشان انا اتغش فيه، يبقى ليا ان انا اردها بثلاث ايام، حددها الشارع بثلاث ايام ليه؟ علشان في الثلاث ايام دي يبان العيب، يبقى متروكه للقاضي، ينظر كل ما بيع يبان عيبه بعد قد ايه في الغالب، وبعدين يبتدي يحكم. والكلام ده احنا ناقشناه في عقد البيع قبل كده. كالرد بالعيب، فإذا وجد في الثوب مثلا عيبا رده بالعيب كما قال المصنف، وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده، فيثبت في خيار العيب، وكذلك يثبت في خيار المجلس، وعند الملكية خيار الرؤية كمان، لكن الشافعية ما عندهمش خيار الرؤية لأنهم لا يجيزوا بيع الغائب، الشافعية لا يجيزوا بيع الغائب، الملكية تجيز بيع الغائب مع إيه؟ مع شرط الرد بإيه؟ بالعيب عند الرؤية، لانه هو يسموه خيار الرؤيه. واضح؟ ده مش موجود عند الشافعيه لانهم لا يجيزوا بيع الغائب اصلا. وكذلك يثبت في خيار المجلس برضه. طول ما احنا قاعدين تصالحني على الدار بتاعتي بالعربيه اللي انت راكبها وقاعدين نتناقش. طول ما احنا قاعدين في المجلس في خيار بين البيع والشراء ايه؟ في تحلل، ده اسمه خيار المجلس. العوام يسموه ايه بين البيع والشاري؟ يفتح الله. يفتح الله يعني ايه؟ يعني كل واحد مخير انه يعقد العقد او يسيبه، اللي هو اسمه خيار المجلس. وهل خيار المجلس ده يكون تفرق بالابدان ولا التفرق بالموضوع؟ خلاف الشافعي عندهم يكفي التفرق بعد الايجابي والقبول. ودخلنا في موضوع تاني، يعني اتفقنا وقعدنا نتكلم في كلام تاني، يبقى خلاص يعتبر خيار المجلس انتهى. لكن في بعض المذاهب قالوا خيار المجلس مستمر طالما احنا قاعدين في نفس المجلس ولو اتكلمنا في موضوع تاني.
وقالوا ان الفرقة تكون بالابدان مش بالمقال، يبقى في فرقة بالاقوال وفي فرقة بالابدان. الشافعية اختاروا الفرقة بالاقوال. سيدنا عبد الله بن عمر كان يختار الرؤية الفرقة بالابدان، فكان اما يعقد بيع وهو شايف انه لقطة ليه يمشي على طول عشان ايه ينقضي خيار المبيع. واضح؟ وقوله ومنع التصرف قبل القبض، دي برضو شروط البيع. يعني انا ببيع لك عربيتي، ينفع انت قبل ما تستلم العربيه مني تبيعها؟ قبل ما تقبضها يبقى لا تتصرف فيها قبل القبض، مش كده برضو؟ يبقى نفس الحكايه هنا. ومنع التصرف قبل القبض لانه لا يجوز بيع ما ابتاعه الشخص حتى يقبضه، حتى يقبضه، عشان يبقى فيه الملك التام، لان لا تبيع الا ما تملكه ملكا تاما. والملك التام يعني يدل على حرية التصرف، وحرية التصرف هي اللي تدي لك القدرة على انك تبيعه. فطالما ما فيش ملكية تامة بالقبض يبقى ما فيش تصرف، تقدرش تتصرف. كما نص عليه المصنف فيما سبق. وكذلك يثبت فيه غير ذلك من احكام البيع كالشفعة، وهتيجي احكام الشفعة برضو نفس الحكاية. يعني انا ليا جزء من الدار بيني وبين اخويا، لان انا قالت الي ارثا انا واخويا، كانت ملك ابونا، ابونا مات، فبقيت انا املكها انا واخويا مناصفة وعايشين فيها مش مقسمينها، لكن انا ليا نصها وهو ليه نصها. فجيت خدت انا حاجة من واحد، اقترضت منه مثلا 100,000 جنيه اعمل مشروع، خسرتهم، جاي الراجل يقول لي عايز فلوسي، اقول له والله ما عنديش الا النص دار دي، خدها يا سيدي. فهمتني؟ يقوم اخويا يقول لي انت هتجيب لي شريك اجنبي انا اللي اشتريه، يقوم ياخدها بالشفعه. واضح؟ ويدي له بقى فلوسه، يروح رافع قضيه عليا، ازاي انا ابيعها الغريب من غير ما استاذنه وانا اصلا شريكه في المسألة. فهم؟ يقوم القاضي يحكم بإيه؟ بإبطال العقد ده، ويأمره بإنه يدي للراجل فلوس 100,000 اللي هو كان عايز ياخدها مقابل، ويبقى اسمه اشتراها بالشفعة. واضح؟ والشفعة تثبت للشريك القديم. الجار عند الأحناف. الشافعية قالوا الجار أولى بالشفعة، أي الشريك القديم. الشريك القديم هو شريكك في المشاع، هو ده الجار اللي هو اولى بالشفعة. يبقى يبيعوا هما الاثنين، يبيعوا هما الاثنين، انت محتاج سيولة علشان يحل ازمتك. هتيجي وقت الشفعة. يعني ايه جائزة؟ طبعا يبطل العقد للاجنبي ويديه للجار، ده القانون المصري معمول بيه كده. ما هو هي اصلا قانون مصري خدم الشرع ولا خدم التوراه والانجيل؟ خدم الشرع، عشان يفض النزاع، عشان يفض النزاع، ما هو جاء اصلا الشرع لفض النزاع. قوله ولو صالحه على بعض العين، كأن يقول له صالحتك من الدار على نصفها أو ربعها أو نحو ذلك، ويصح بلفظ الهبة مع لفظ الصلح. فإن جرى بلفظ الصلح فقط أو بلفظ الصلح والهبة اشترط سبق الخصومة عشان يبقى صلح فيهما، وإن جرى بلفظ الهبة فقط لم يشترط، لأن الهبة ما يشترش قبلها خصومة. وأما القبول فلابد منه، لأن الهبة لابد فيها من ايه؟ من لفظ القبول، لان كل من لفظ الهبة ولفظ الصلح يقتضيه. الهبة تفتقر للقبول والصلح يفتقر للقبول. واضح؟ لكن الهبة ما تفتقرش لسبق الخصومة، لكن الصلح يفتقر لسبق الخصومة. واضح؟ وقول المحشي وفي القبول ما مر، انما الابراء على فكرة ما يشترطش فيه،
لفظ القبول في الإبراء. الإبراء أما يبريه مش شرط يقول له قبلت يسكت ماشي. قريناها قبل كده حتى في الإبراء. وقول المحشي وفي القبول ما مر يقتضي أنه لا يحتاج في لفظ الهبة فقط، أو مع ما مر يقتضي أنه لا يحتاج في لفظ الهبة فقط أو مع الصلح إلى القبول كما تقدم في الإبراء، وليس كذلك. يعني البرماوي عبارته مهمة اللي هو صاحب الحشية الأولانية، فبيقول لك خد بالك إن ما كانتش كده. لما علمت من أن لفظ الهبة يقتضي القبول أيضا كلفظ الصلح بخلاف لفظ الإبراء. فهمت كلام الشيخ؟ قوله فهبة لأنه تمليك بلا ثمن. الهبة إيه؟ تمليك بلا ثمن بلا عوض. ساعات يقول لك تمليك بلا عوض هبة. وقول منه أي من المدعي. قول أحكامها أي ككونها لا تملك إلا بالقبض، يبقى الهبة لا تملك إلا بالقبض، وعدم رجوع الواهب فيها بعد القبض إلا أن يكون والدا بس كما سيأتي. الأحناف يجيز إنك ترجع في الهبة مطلقا، واضح؟ الأحناف يجيزوا مع الكراهة. الشافعي عندهم حرام الرجوع بالهبة إلا إن كانت من والد لولده. قول ويسمى هذا صلح الحقيقة، عشان إيه؟ ساب له جزء وخد جزء، لأنه حط عنه بعض العين، لكن هذا لا يختص بالعين بل يكون في الدين أيضا كما تقدم. والحاصل أن صلح الحقيقة يعم العين والدين، وصلح الإبراء خاص بالدين، وصلح الهبة خاص بالعين. تجميع لطيفة كده مجمع لك في الآخر. قول ولا يصح بلفظ البيع أي لعدم الثمن، لأن الدار كلها للمدعي، فكأنه باع بعض ملكه ببعضه الآخر، لأن ما ينفعش أن أنا كأني ببيع جزء من الدار لجزئي، ما ينفعش، يبقى تبقى هبة. لكن ما ينفعش قوي بلفظ البيع، لأن البيع هيبقى مقابل لمقابل، ويبقى فيه طرفين، وأنا طرف واحد، ده أنا المالك للبعض وللكل، فهمت؟ فما ينفعش بلفظ البيع. قول ويجوز إلى آخره أي يحل الإشراع. إحنا وقفنا هنا نقرأ بقى كلام الشيخ. ويجوز للإنسان المسلم أن يشرع بضم أوله وكسر ما قبل آخره، أي يخرج روشنا، أي يخرج روشنا، احنا بنسميها بلكونة دلوقتي. يعني ينفع انك انت تعمل بروز كده في الشارع، تعمل بلكونة بس بإذن الجيران، فهمت؟ روشنا يسموها ايه؟ قلت لك بلكونة او مشربية او جناح، لانها عاملة جناح كده، ويسمى ايضا بالجناح، وهو اخراج خشب على جدار. يعني كان يغرسه خشب كده في الجدار ويطلع يبقى ارض ويعمل سور بقيت بلكونة. وموجودة دلوقتي بتتعمل مسلح، كل البراندات اللي بتشوفها دي اسمها رواشن. ده مش مسلح، في نفس الصورة دي موجودة في المباني القديمة. مساكن عندنا في المطرية. في المباني القديمة. في الجديدة بيستعملوا الخشب برضه. طب كويس، عندكم خشب انتوا في المطرية. وهو إخراج خشب على جدار في هواء طريق نافذ. يعني لازم في هواء الطريق النافذ ما يكونش في ايه؟ في الفراغ بتاعه يعني. مش ياخد جزء من عرض الطريق، لا يبقى عالي عشان اللي ماشي يمشي تحتها، ما تضيقش الطريق على الناس. على حسب اللي بيمشي، جمل محمل يبقى لازم بحمله يعدي بحمله من غير ما يوطي، ولا ما بيعديش جمال، على حسب بقى. الارتفاعات دلوقتي بتعملها مين؟ المجالس المحلية. خلاص خدت الأحكام دي من الشرع ونظمتها في قوانين. الشارع الستة متر تبقى البراندة كذا، والشارع العشرة متر يبقى براندته كذا، الشارع العشرين متر براندته كذا، علشان يراعي فراغ الشارع وما يؤذيش الناس. فعملها قوانين دلوقتي في التنظيم، تروح المجالس المحلية تلاقيها منظمة هناك، وهي أصلا من الشرع أصلا لرفع النزاع في هواء طريق نافذ. ويسمى أيضا بالشارع بحيث لا يتضرر المر به، لأن الطريق النافذ اللي هو شارع يعني معدي على ناحيتين،
لكن لما يبقى نهايته مقفول يسموه زؤاء. زؤاء زؤاء يعني ينتهي مقفول مش نافذ، واخد بالك ازاي؟ ويسمى ايضا بالشارع بحيث لا يتضرر المار به اي الروشن، بل يرفع بحيث يمر تحته المار التام الطويل منتصبا. لازم يبقى عالي بحيث اللي يمر تحته يبقى مر منتصب، مش يضطر الناس توطي. واعتبر الموارد ان يكون على رأسه الحمولة الغالبة. قال لك مش يمر كمان بطوله، لا، ويبقى شايل على دماغه كمان الحمولة بتاعته الغالبة بحيث يبقى معد. وان كان الطريق النافذ ممر فرسان وقوافل فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع اخشاب المظلة الكائنة فوق المحمل اي الذم. اما الذمي فيمنع من اشراع الروشن والصابات وان جاز له المرور في الطريق النافذ. كانت القوانين مع اهل الذمة كده، قوانين اهل الذمة لهم قوانين في المباني بتاعتهم، ممنوع تعمل روشن على الطريق، دي القوانين بتاعتنا كده. قابل تعيش معانا على كده عيش، مش قابل شوف لك بلد تانية. كان ايامها كده. مش معنى كده ان الوقت لما يبقى ذم بيبني عمارة ونسمح له احنا بانه يعمل روشن يبقى احنا خالفنا الشرع، لا، ده على حسب الصلح، على حسب شروط الصلح بيننا وبين الذمي. كانت الشروط ايام الشيخ البيجوري الذمي ما يعملش روشن على الطريق. ليه؟ علشان ما يبقاش ظاهر في بلاد المسلمين ويعمل رموزه. تمشي تلاقي حاطط على الروشن بتاعه الصليب صلبان، ما ينفعش دي، احنا بلاد مسلمين، احنا قبلناك تعيش معانا على الا تشهر رموزك وهنحميك وكل حاجه، لكن ما تشهرش رموزك، ما تمشيش باب الصليب كده عالي كده عامله رايه. واضح؟ الوقت بقت مواطنه، زي ما يسمح للمسلم بيسمح لايه؟ للمسيحي، زي يعملوا مع بعض بدون ما يبقى في نزاع بينهم وبين بعض طائف، بحيث ان الدوله تمنع النزاع الطائفي، لكن في نفس الوقت حق الإقامة وحق الحرية في تملك الأشياء والاستمتاع بالوطن نفسه مكفول للجميع. فده جائز وده جائز، العقود تتفاوت من زمن لزمن، زمن على حسب أحوال السياسة وقوة المسلمين وضعفهم واختيار الحاكم والمصلحة التي يمليها عليها الزمن وغير ذلك. مش يجي بقى واحد يقرأ الدرس ده يروح جايب قنابل يهد بيها الرواشن بتاعت المسيحيين، يبقى بيقرا فقه غلط خالص، ده مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي. ها؟ يقول لك اهو الشيخ بيقول لك اهو ممنوع. ده الذمي، لكن اللي انت بتهدي له ده مش ذمي، واحنا بينه وبينه عقد ذمه؟ مفيش عقد ذمه. يبقى مش هو ده. يبقى الشيخ بيتكلم على واحد مش موجود. واضح؟ امال ده ايه؟ مواطن. ده اسمه مواطن. مواطن مصري. فهمت؟ يبقى احكامه تختلف، فلازم تاخد بالك. فيمنع من اشراع الروشن والصابات وان جاز له المرور في الطريق النافذ، ولا يجوز اشراع الروشن في الضرب المشترك الا باذن الشركاء. ساعات يبقى في شارع ضيق كده مشترك بين العمارات اللي قدام بعضها، الشارع ده اصلا ملك الناس كلها، ضربه مشترك. يعني انا املك العماره دي وانت تملك العماره دي، والفراغ بينهم ضرب مشترك بيني وبينك، انا ليا فيه بالمشاع ان انا امر واستفيد بيه، وانت ليك بالمشاع انك تمر وتستفيد بيه، فما ينفعش ان انا اطلع روشن الا باذنك. لان ممكن اما اطلع روشن او افتح شباك اطلع على عورتك. صح؟ اذيك. يبقى ساعتها لازم باذن الشركاء. واضح؟ في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء، ولا يجوز إشراع الروشن في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء في الضرب، والمراد بهم من نفذ باب داره منهم إلى الضرب، وليس المراد بهم من لاصقه منهم جداره بلا نفوذ باب إليه. يعني افرض أنت ظهر عمارة بقى، لكن العمارة دي واجهتها على شارع تاني، يبقى ملاش دخل هي بالشارع اللي في ظهرها. واضح؟ أدي الكلام. وكل من الشركاء يستحق الانتفاع من باب داره الى رأس الدرب دون ما يلي اخر الدرب. ده بيبين لك قد ايه المسلمين كانوا في حضارة
ايام ما كانت الناس ما تعرفش اي نظام في اي حياه في اي حاجه. يعني بتقرا الفقه ده قبل ما يبقى في قوانين تخطيط المدن ولا تنظيم العلاقات بين المالك والمستاجر وبين الشركاء بعضهم وبعض والملاك. الاسلام كان فيه احكام واضحه، يعني دين حضاري، دين بيقيم البلدان والقرى والامصار والجماعات الاسلاميه على التعاون وعلى البر وعلى التقوى وعلى عدم المنازعه. يبين لك قد ايه الاسلام ده كان دين متين. مش تفتكر انت قوانين تنظيم المباني ده حاجه حديثه؟ لا، ده المسلمين منظمينها من زمان، ده هم الاصل، بس تطورت وبقت هيئات. هيئه بقت مسؤوله عن الطرق سموها المساحه والطرق والكباري، هيئه ثانيه مسؤوله عن الاسكان بقت اسمها وزاره الاسكان، هيئه ثانيه مسؤوله عن المحافظه على الامن العام سموها الشرطه، حاجه ثانيه لرد الحقوق سموها دار القضاء، حاجه ثانيه مسؤوله عن التعليم سموها التربيه والتعليم، وهكذا اتقسمت الحكايه. بس لكن هي الحكايه كلها كانت متنظمه برضه. ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك ولا يجوز تأخيره، أي الباب إلا بإذن الشركة، بحيث فحيث منعوه لم يجوز تأخيره. يعني أنا وأنت وأخونا الثالث، إحنا بيننا وبين بعض ضرب مشترك، أنت ساكن في آخر الضرب. الضرب ده يعني إيه؟ يعني زقاق مقفول في الآخر، بيته ده جنب آخر الزقاق وأنا بيتي في النص وده بيته على طرف الزقاق. الضرب ده بنمشي علشان نطلع على الشارع من ضرب مشترك. كويس؟ ليا ان انا اقدم الباب بتاعي في الحته دي لان الحته دي مش ملك انا، لكن مش ملك انا، اللي ورايا، اللي ورايا ملك للاثنين. فانا لو قدمت بابي هنا ما يضرش، لكن لو اخرته اضر اللي بعدي. فهمت؟ واللي بعدي ما يقدرش يأخره، لكن ليه يقدمه؟ لأنه ما زال الحتة اللي قدامه ملكه، ملكه يغلب عليه. واضح؟ أدي الحكاية، يعني كل الحكاية على حسب إيه؟ على أي حال الصور دي كلها إحنا بنقرأها، هنقرأها بسرعة لأن مش هينبني عليها عمل بالنسبة لنا، لأن القائم بيها الآن إيه؟ وزارة الإسكان والمرافق والمجالس المحلية، مش قايم بيها الفقهاء دلوقتي، خلاص بقت متروكة لنظم تنظيمية أخرى. هنقرأها بسرعة بس. قوله ويجوز أن يحل الإشراع المذكور وإن لم يأذن فيه الإمام، خلافا للإمام أحمد في قوله بأنه لا يجوز إلا بإذنه، وهذا شروع في الحقوق المشتركة والتزاحم عليها. يعني الشافعية قال لك الإمام لو ترك الأمور ده للاتفاق مع الناس يبقى مش مفتقرين لإيه؟ لإذن الإمام، على مذهب الشافعية. الحنابلة قال لك لا، لازم نستأذن الإمام برضه، الإمام اللي هو إيه؟ اللي هو هيبقى المجلس المحلي، اللي هو مثلا الحي، إدارة الحي، كل حي في إدارة فيها مهندسين مسؤولين عن نظام الحي، هو ده الامام. يعني اما تقول لي الامام ولا هروح لحسني مبارك عشان اقول له افتح الشباك ولا اقفل الشباك؟ هيقول لي روح يا جدع انت، ما اعرفش انا شباكك ايه. يبقى تروح لكل جهه مسؤوله. فهمتني ازاي؟ يبقى الامام هنا هيبقى المجلس المحلي او اداره الحي المسؤول عن نظام السكان مع بعضهم ونظام المباني وارتفاعات المباني في الحي ده. لأنه لا يجوز إلا بإذن، وهذا شروع في الحقوق المشتركة والتزاحم عليها وإن لم يذكرها في الترجمة. يعني إحنا مثلا في المباني هنا في المقطم في القطعة بتاعتنا يقول لك أنت تبني على 60% من مساحة الأرض وتترك 2.5% داير داير، 2.5 متر داير داير ما تبنيش عليهم ولا بروزك يدخل فيهم عشان ما تأذيش الجار. فهمت إزاي؟ ده نظام. يبقى هو سايب 2.5 متر وانا سايب 2.5 متر، يبقى لنا 5 متر. الخمسة متر دي كمان ما تطلعش فيها بلكونة. يعني ما ينفعش اعمل انا بيني وبين الجار بلكونة على الجنب. برغم ان انا بيني وبينه 5 متر. طب ليه ما ينفعش؟ الحاكم نص كده لفض النزاع، لان هو لو عمل بلكونة وانا عملت بلكونة
يبقى هو ينشر الغسيل وانا لمهوله. ما تنفعش، ما فيش خصوصية. فهمتني بقى ازاي؟ صح ولا لا؟ يعني ابقى انشر انا الغسيل واجي الصبح عايز المه الاقي جاري لمه وادالي المكواجي. طب الله، ده اسمه كلام، يبقى ضاع هدومي. فما ينفعش. يبقى الحاجات دي كلها معمولة اساسا لفض النزاع. وبعدين اما اجي افتح بقى البلكونة اللي على الجنب دي اشوف ولاده هما بيغيروا هدومهم، الله، ده كاني عايش معاهم بقى، اذيته. بقى في ايذاء للجار. يجي لك الحاكم ينظم الحاجات دي، يقول لك الجنب ده ما تعملش فيه بلكونه، الجنب ده تعمل فيه بلكونه، والبلكونه ما تزيدش عن كذا، وده نظام. النظام ده دين. عارف النظام ده دين، مش نظام حكومي نتحايل عليه. ويقول لك ما يجراش حاجه، ما هم بيفتشوش، حد دريان. انا افتح شباك من هنا يا عم وحلني على ما يفتشوا. يبقى خالفت الدين. ما هو الناس لو تعرف انها مخالفتها لهذه النظم مخالفه للدين ما تتحايلش على ايه؟ على انها تخالف الحكومه. فالناس ما تربتش للاسف على التربيه الدينيه، وبالتالي اصبح نزاع، وبقت ايه؟ نظام البلطجه اللي بيقولوا عليه الصحفيين، حياه البلطجه، كل واحد بالدراع بياخد اللي هو عايزه. ويقول لك حلاني على ما تشتكي بقى، والقضاء على ما يبحثها، نكون احنا الاثنين متنا وبقت ورثه. مش ده اللي بيحصل؟ ما ينفعش الطريقه دي، حرام. يبقى هو قاسم طول فتره النزاع دي، هو قاسم شرعا عند الله. لكن هو يعمل كده ويأذي جاره ويروح يعمل عمره في رمضان كل سنه ويعتكف في الحرمين، مش متصور ان هو عامل حرام. لا، نقول له ما تروحش تعمل العمره في رمضان كل سنه وما تأذيش جارك احسن، تبقى من اهل الجنه. لكن الناس مش فاهمه. وهذا شروع في الحقوق المشتركة والتزاحم عليها، وإن لم يذكرها في الترجمة لأنه جعله تابعا للصلح كما مر التنبيه عليه، وفي بعض النسخ فصل ويجوز إلى آخره. قول للإنسان مأخوذ من الإنس أو من النسيان، إما من الأنس يعني إنسان لأنه يأنس بغيره فسمي إنسان، من الأنس أو من النسيان لأنه بينسى، كما قال القائل وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. أو من ناسة، ناسة نوس يعني يتحرك، إذا تحرك. وقول المسلم تقييد للإنسان، وسيأتي محترز علشان محترز إيه؟ إن الذم ما يعملش كده. فقال المسلم هنا عشان عنده الذم ما بيعملش كده، عشان عقود الذم ياما ما يعملوش كده. ده كان في شوارع كمان الذم ما يمشيش فيه. واضح كده أهو، نظام كده عام. طب ما الوقت بيعملوا كده، شارع كده يقفلوه ويقول لك ده خاص بايه؟ بهيئه سياسيه. طب انت امشي كده في شارع مجلس الشعب من ناحيه النيل، قافلين وموقفين عليه الترابيس، يقول لك اصل ده يؤدي الى السفاره البريطانيه والامن بيستدعي ان ما حدش يمشي كده. يبقى كده احنا مستضعفين يعني، ونعملها بقى ازمه؟ لا، دواعي الامن. كانت دواعي الامن العام برضه تستدعي ان الذم ما يمشيش في شوارع معينه ويمشي في شوارع معينه. فان خالف ومشي في الشوارع الغير معينه دي وحصل له حاجه، يبقى ذنبه على جنب. ما انا قلت لك ما تمشيش فيه. واضح؟ مش معناها اذلال قد ما هي يعني نظام علشان اعرف احميه فين ومش هحميه فين. واضح؟ لكن دلوقتي يستعملوها ايه؟ يقول لك استضعاف ايه ولا ايه؟ انت بتستضعفونا. شغل بقى عند. ما ينفعش العند ده، الحياة لابد يبقى فيها نظام. قوله أن يشرع ومثله. طب قوم أذن العشاء يا سيدي. يا ربي يا كريم. يقول لك يعني البلكونة جت في القرآن؟ يقول لك ما تعمل بلكونة حرام، يقول لك يعني جت في القرآن؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد
أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على اللهم رب ذي الدعوة التامة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. قوله أن يشرع إلى آخره ومثل وضع الصابات وهو سقيفة على حائطين والطريق بينهما. الصابات اللي هو طريق مظلل كده. يعمل إيه؟ يعمل شوية خشب بين جداره وجدار العمارة المقابلة علشان اللي ماشي في الطريق يبقى إيه؟ مظلل. كويس، اسمها الصابات. وهو سقيفة على حائطين والطريق بينهما. ونصب الميزاب، برضو يعمل ميزاب اللي يسموه مزراب، يعمل لك مزراب كده في البلكونة عشان اما يمسح البلكونة ينزل المية على الناس اللي ماشي في الشارع. ينفع الكلام ده؟ لازم بإذن الناس بقى، وقال لك لقى نفسك ماشي في الشارع ولابس الجلابية الحلوة وبعد الناس بتمسح نزل عليك، ما يرضيش ربنا الكلام ده. ونصب الميزاب يبقى يجوز برضو لو كان الشارع متسع بقى، وكان هيبقى ايه الميزاب ده؟ هينزل في الطريق الفراغ اللي هو اصلا ملحق بالعمارة. انا قلت لك ان العمارة دي فيها 2.5 متر فراغ تابع لسورها، يبقى ممكن الميزاب يتعمل في الحتة دي لان محدش بيمشي هنا. واضح؟ لكن ما يبقاش على الشارع نفسه. ونصب الميزاب لأنه صلى الله عليه وسلم نصب بيده الكريمة ميزابا في دار عمه العباس، وكان في الشارع الذي كان طريقا لمسجده الشريف، بس كان شارع بقى متسع بحيث الناس تمشي بعيد ما يجرى العجل. قوله بضم أوله يعني يشرع، أي مع سكون ثانيه وكسر يشرع وكسر ثالث. يقال أشرع يشرع كأكرم يكرم. وقوله أي يخرج، فالإشراع الإخراج إلى الشارع. قوله روشنا كرواشن مصر وغيرها. وقد علمت أن مثل الروشن السابات والميزاب. ويسمى أيضا أي كما يسمى بالروشن قوله بالجناح، أي تشبيها له بجناح الطائر. وأصله من جنح يجنح إذا مال. قوله وهو أي إشراع الروشن بدليل قوله إخراج خشب إلى آخره، فالضمير عائد على إشراع الروشن لا على الروشن الذي هو الجناح، وإلا لقال وهو خشب مخرج أو مخرج إلى آخره. وقوله في هواء، في هواء طريق النافذ يعني، أي وإن أخذ أكثر هواء الطريق. ومعلوم أن الهواء بالمد وهو ما بين السماء والأرض، ويمتنع الإشراع في هواء المسجد والرباط والمدرسة والمقبرة التي يحرم البناء فيها. يعني ما ينفعش تعمل بلكونة وبرزها في هواء المسجد، ولا في هواء الرباط اللي هي المدارس مدرسة،
او رباط مثلا عاملينه للعباده او للذكر او شيء من هذا. والمدرسه والمقبره التي يحرم البناء فيها، يعني مقبره مسبله يعني يحرم البناء فيها، تبقى المقبره المسبله، لكن المقبره المملوكه يجوز البناء فيها لان ده ملكي. واضح؟ يبقى من حرم البناء في المقبره قصر المسبله، ولا يحرم البناء في المقبره المملوكه. والنبي مدفون في حجرته الشريفة، فكان مبني، قبره مبني وكان عالي مرتفع، بس جم الجماعة الوهابية هدوه وسووه بالبلاط لأنهم جهلة بالأحكام، لأن النبي دفن في ملكه. واضح؟ ولكن نهي عن البناء في المقابر، مش فاهمين المقابر المسبلة حتى لا تضيق على الناس، إنما المملوك أنت حر، ده ملكك. والمقبرة التي سبيل للناس كلها، يعني مش ملك أحد، مقبرة مسبلة يعني ملك الناس كلها، أي واحد يموت ممكن يدفن فيه، مش مملوكة لأحد. يسموها دلوقتي مقابر الصدقة، ملك عام يسموها مسبلة، كويس، إنما المملوكة لا. أيوه، علامة إشارة علشان يحدد موضع دفنه بس. قول متيسرة ساعتها، جاب حجرة صخرة كده وحطها علامة. والمقبرة التي يحرم البناء فيها بأن كانت موقوفة أو مسبلة للدفن فيها، وكذلك هواء البحر فلا يجوز لأحد فعل ذلك، هذا هو المنصوص عليه. ما تعملهاش على هواء البحر خوفا عليك أنت تتهد تقع تغرق، عيل من ولادك يتشعبط يروح واقع في البحر يموت، فما تعملهاش على البحر، لا ضرر ولا ضرار. واضح؟ فلا يجوز لأحد فعل ذلك، هذا هو المنصوص عليه في شرحي الرمل وابن حجر وغيرهما. وبهذا تعلم أن قول المحشي وهواء المسجد والرباط والمقبرة كالشارع مردود فاحذره. ولعل الفرق كما قاله الشبرة من لسي بين الشارع وغيره أن الشارع أوسع انتفاعا، لأن الانتفاع به لا يتقيد بنوع مخصوص من الانتفاعات، بل لكل أحد أن ينتفع به بسائر وجوه الانتفاعات، لأنه ملك مشاع للناس كلها التي لا تضر، بس بشرط لا تضر. ولا كذلك المسجد ونحوه، فإن الانتفاع بالمسجد خاص بالصلاة، ما عملش بقى فرندا فوقيه علشان استمتع وأقعد أنا فيها، لأن المسجد أصلا للصلاة مش للفرجة عليه. وكذلك نحو، فإن الانتفاع به مخصوص بنوع من الانتفاع كما هو ظاهر قول طريق، طريق نافذ، وهو ما جعل عند إحياء البلد أو قبله، عند إحياء البلد أو قبله طريقا، أو وقفه المالك كذلك، وحيث وجدنا طريقا اعتمدنا فيه الظاهر، ولا يسأل عن مبدأ جعله طريقا، والخيرة في والخبرة والخبرة في تقديره، لا والخيرة والاختيار في تقديره إلى رأي المالك الذي يسبلها طريقا، نخيره أنت سيبها سبيل ولا ملك ولا إيه، نخير والخيرة. والأفضل توسعها في الطرق النافذة دي، الأفضل تبقى واسعة يعني. فإن اختلفوا عند الأحياء في تقديرها، عند احياء الموات يعني، عند احياء الموات يعني واحد احيا موات وقسمها وعملها طرق وعمارات ومباني، كويس، دي اسمها ايه، احياها. فان اختلفوا عند الاحياء في تقديرها، فمذهب الشافعية كما قاله الزرقشي اعتبار قدر الحاجة ولو زاد على 7 أذرع، وهذا هو المعتمد. كان النبي حدد ان الطريق يبقى 7 أذرع ايام النبي، ليس على تحديد الشرعي، ان الشرع بيقول 7 ما تزيدش، لا، على احتياج، على اساس ان حاجة الناس كانوا بيركبوا فرس ويركبوا جمل ويركبوا حمار، 7 أذرع كافي لجمل او فرس او حمار رايحين ومقابلين لبعض، يعني مقابلين بعض، جمالين ماشيين جنب بعض، حمارين ماشيين جنب بعض، فرسين ماشيين جنب بعض رايح جاي، 7 أذرع كافي ايام النبي، حددها ب7 أذرع عشان كده. دلوقتي بقت طرق وعربيات نقل وبتاع، يبقى على حسب الحاجة، مش نيجي نقول الشرع خلاها 7 أذرع انهم نخلي طرقنا كده وتيجي تمشي العربية فيها تتحشر، فاهم؟
ولو زاد. عشان كده ايه فمذهب الشافعي كما قاله الزركشي اعتبار قدر الحاجه ولو زاد على سبعه اذرع اللي هو وارد في الحديث، وهذا هو المعتمد خلافا للنووي حيث قال جعل سبعه اذرع لخبر الصحيحين. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف في الطريق ان يجعل سبعه اذرع، وهو محمول على انها كانت قدر الحاجه ولا يجوز لاحد ان يستولي على شيء منه وان قل. ما خدش بقى ان الطريق المشترك ده واعمل عليه مصطبة، واخد بالك، واعمل لي حجرة كده للحارس قدام العقار من الطريق العام، ما ينفعش كده، ما ينفعش، او كشك او اي حاجة، لان انا كده ضيقت على الناس. واضح؟ ولا يجوز لاحد ان يستولي على شيء منه وان قل، ويحرم ان يبني في الطريق دكة اي مصطبة او دعامة لجداره او يغرس شجرة ولو لعموم المسلمين، وان اتسع الطريق ولم يضر بالمارة وأذن فيه الإمام، لأنه قد تزدحم المارة فيصطكون بذلك لشغل المكان به. الوقت معمول إن عرض الرصيف كذا، يبقى ما تاخدش أنت من عرض الرصيف، زي القانون بتاع المباني تمشي تبعه، تبقى كده راجل شرعي ماشي تبع الدين. طب خالفت، ده أنت ما خالفتش القانون، ده أنت خالفت الدين، لأنه هيؤدي إلى التضييق على الناس، والتضييق على الناس حرام. واضح؟ لو هتضيق على الناس واحد ماشي اعمى يتكعبل فيها الكسر، مش كده برضه؟ وليه تعمل دكه؟ لو كان بقى الشارع متسع او في حته كده داخله وعملت الدكه دي علشان مثلا الناس تستريح في الطريق، وهو ماشي تعبان مثلا عنده هبوط في القلب عايز حته يستريح، عاملها ثواب بحيث لا تضيق، ليست في بحر الشارع، يجوز، او للصلاه عليها يجوز، يعني على حسب كل حال. وإن اتسع الطريق ولم يضر بالمرة وأذن فيه الإمام، لأنه قد تزدحم المرة فيصطكون بذلك لشغل المكان به، يعني يصطدمون، يصطكون به يعني يصطدمون فيه، ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضع الإملاك. وبعدين المشكلة أنك أنت تحط أنت حاجة في الطريق العام، بمرور الوقت الناس تفتكر أنها ملكك، وبعد كده أولادك يفتكروا أنها إرث أبيهم، وبعدين بعد كده يقعدوا يستثمروها ويأجروها. الله، كده غلط، يعني كأنه اقتطع جزء لا يملكه. يقول لك بوضع اليد، مش عايز اسمها وضع اليد، لأن الحق لا يسقط بالتقادم عند الشافعية وعند الشرع الشريف. الحق لا يسقط بالتقادم، وإن كان في الشرع في القضاء الوقت عمل مدة يسقط بها الحق التقادم، قال لك بس اللي فض النزاع مش في الآخرة، في الآخرة يبقى هو آثم، لكن اللي فض النزاع الآن نقول له خلاص ما تشتكيش بقى، خلي الدنيا تمشي. طب وبعدين؟ بس ده حقي وحق أجدادي. يقول له خلاص خده في الآخرة إن شاء الله في الجنة، ومشي حاله. بخلاف الأجنحة ونحوها، إنما البلكونات اللي طالعة دي في البروز في الهواء دي ما بينبنيش عليها حق في الطريق، لأن في هواء الطريق ما ينبنيش عليها. وفارق غرس الشجرة بالمسجد، يعني ممكن أن أغرس الشجرة في المسجد لكن ما أغرسهاش في الطريق، فإنه يحل مع الكراهة. في المسجد يحل أن أنا أغرس الشجرة بس مكروه، لكن مش حرام بس مكروه، إذا لم تضيق على المصلين ولم تضر بالمسجد، لأن كانت المساجد زمان كان فيها جزء هواء هوائي كده، تبقى الشمس ضربة فيه، فلو أنا غرست فيها شجرة تكبر تعمل ظلة تفيد المصلين إذا كان فيها مصلحة، أو تثمر وتتباع ثمرتها لمصلحة المسجد. حلو، شجرة تفاح، شجرة مانجا، كل ما تجيب بيع المانجا واصرف على الجامع. ها؟ ما هو إذا كان الأرض دي مملوكة يعملوا جدار يحوطوا الضريح علشان يبقى في جدار فاصل بس وخلاص ويصلي. سهل. ايوه خلاص. يعني ما يخليش القبر ظاهر كده. يعمل جدار داير داير كحجر ويبقى المسجد محيط بيه. سهل. ما فيهاش اشكال، لان لو في جدار حاجز فاضل خلاص مفيش مشكله. بخلاف وفارق غرس الشجرة بالمسجد فإنه يحل مع الكراهة إذا لم تضيق على المصلين ولم تضر بالمسجد، وكانت لعموم المسلمين لأكلهم من ثمارها، أو كانت للمسجد بأن يصرف رعوها للمسجد،
وإلا حرم بأن توقع الضرر في الشارع، وإلا حرم ده إيه في المسجد، بأن توقع الضرر في الشارع لأن الشجرة قد توقع الضرر في الشارع أكثر من المسجد، فامتنع مطلقا. قال الرمي وهو الأقرب إلى كلامه، يعني أجي في وسط الشارع المكان اللي بتمشي فيه العربيات أزرع شجرة وبعدين تيجي الشجرة تكبر تيجي العربيات تصطدم فيها أو تلف من حواليها؟ ما ينفعش. فهمت إزاي؟ ما ينفعش. قال الرملي وهو الأقرب إلى كلامهم، لكن في كلام ابن حجر أنه إن قصد جعل الدكة للصلاة عليها كانت للمسجد المحدث في الشارع، كانت كالمسجد المحدث في الشارع وهو جائز عند عدم الضرر. يبقى لو دكة للصلاة عمل زاوية كده للناس تصلي فيها جائز إذا كان لا يضر الناس ولا يضيق عليهم الشارع. وكذلك الدكة المذكورة، وفي كلامه أيضا جواز جعل دعامة للجدار لضرورة خلل فيه إذا لم يضر بالمرة. الجدار اللي على الشارع حصل فيه تهدم، ليه؟ أن أنا أسنده بدعامة لحد ما أبنيه، مش أسنده بدعامة على طول بقى، ده الفترة في البناء لحد ما أبنيه وبعدين أشيله. لضرورة خلل فيه إذا لم يضر المرة. وأما حفر البئر فيجوز ولو لمصلحة نفسه بإذن الإمام حيث لا ضرر. ساعات تبقى طرق صحراوية لا ماء فيها خالص، يوم يجي في الطريق يحفر البئر علشان الناس اللي ماشية في الطريق تجد مية، يبقى جائز ما فيهاش حاجة، عشان كده حيفيد الناس اللي ماشيين. خلافا لما وقع في كلام المحشي من منع حفر البئر، نعم في شرح الرملي تقييد الجواز بكونه لعموم المسلمين وإذن الإمام، ولا يمنع مما يحتمل كعادة، مما يحتمل عادة كعجن الطين إذا بقي مقدار مرور الناس، وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة فعلها، وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب والرش الخفيف. كل ده بقى إيه؟ يجوز وقت ما ببني أنا، بضطر إن أنا أحط أعمل الأسمنت والمونة وأخد جزء من الشارع أحط فيها المونة والأسمنت لحد ما أبني بقدر البناء، وبعد كده أنضف ببني وبنقل الرتش بتاعي وأحطه في الطريق علشان يجي يحملوه بقدر ما يخلص ويتحمل، مش هسيبه أسبوع واثنين وثلاثة وشهر زي ما بيعملوا الناس كده، حرام. واضح؟ وبرضه ما ينفعش ان انا ارش الشارع طول النهار واخليه مطين والناس تمشي تزدحله، حرام. لكن ممكن ارش رش خفيف في عز الحر عشان يعمل تراوح، لكن ما يخليش الناس تزدحله. كل دي اداب. وربط الدواب برضه، ما اركنش انا عربيتي صف ثاني وصف ثالث في الشارع واقفل على الناس المرور بتاعهم، حرام. واخد بالك؟ الدواب بتاعتهم زمان هي العربيات دلوقتي، واخد بالك؟ وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب والرش الخفيف بخلاف ما يضر ضررا لا يحتمل عادة لكثرتي كإلقاء القمامات والتراب والحجارة لغير ما ذكر، والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط وإلقاء النجاسة وإرسال ماء الميازيب إلى الطرق الضيقة، وحيث فعل ما منع منه أزاله الحاكم دون الآحاد لخوف الفتنة. يبقى لما الناس تعمل المخالفة مش انت اللي تروح تزيلها، تبلغ بقى التنظيم وتبلغ الحي ويجي الحي هو اللي يزيلها عشان يبقى في نظام، مش احنا نقعد نهد حاجات بعضنا. اجي انا اروح شايل المخالفة بتاعته يروح هو هدد لي بيتي اللي ما فيهوش مخالفة، يقول لي ما انت اذيتني. لا، نخلي الحاكم هو اللي يزيله علشان يبقى في نظام. المزراب اللي بيبقى في الأرضية البلكونة كده لما تيجي تمسح يزقوا المية فيه وينزل، اسمه ماء الميازيب. والعيال تقف تحت تستحمى بقى في الحر بالمية المس، ما ينفعش. قول نافذ بالمعجمة والعوام يقولونه بالمهملة نافذ، قول ويسمى أي الطريق النافذ، وقول أيضا أي كما يسمى بالطريق النافذ، وقول بالشارع. فالطريق النافذ والشارع مترادفان، وإن كان الطريق لا بقيد النافذ أعم من الشارع عموما مطلقا. ومادة الاجتماع الطريق النافذ وإن لم يكن في بنيان، وقيل مادة الاجتماع الطريق النافذ في البنيان، فإن لم يكن في البنيان أو لم يكن نافذا فهو طريق فقط، فعلم أن مطلق الطريق أعم من الشارع، يعني الشارع هو الشارع النافذ بس، إنما الطريق مطلق الطريق سواء كان نافذ أو غير نافذ.
يبقى بينهما عموم مخصوص، ادي معنى كلام الشيخ. وان اوهم كلامهم خلافه، قوله بحيث لا يتضرر المار به اي تضررا بينا مخالفا للعاده، ودي حيثيه تقييد، ويشترط ايضا الا يظلم الموضع اظلاما لا يحتمل عادته. قوله بل يرفع، كان الاضر ان يقول بان يرفع لانه تصوير لعدم التضرر، ولا معنى للاضراب هنا الا ان يجعل اضرابا انتقاليا. اصله قال بل دي اضراب بيضرب، والاضراب يبقى مناسب انه تضرب لمعنى جديد وانت بتشرح معنى قديم، فما كانش ليه معنى بالاضراب هنا. او يجعل اضرابا انتقاليا يعني تنقل لحكم جديد. وقوله بحيث امر تحته المار اي من غير احتياج الى ان يطأطئ راسه. وقوله التام الطويل اي باعتبار غالب من يوجد في ذلك الزمان، متوسط طول الناس دلوقتي مثلا ايه 160 متر ل 180 متر، ده متوسط طول الناس. يبقى لو عملناه على بعد 190 متر يمشي مثلا على اساس اعتبار ايه طول الناس. والا فليس للطول حد يوقف عنده. قوله واعتبر الماوردي اي زياده على ما ذكر. وقوله ان يكون على راسه اي على راس المر التام الطويل، قول الحمولة بفتح الحاء المهملة وحكي ضمها، يعني ارتفاع المشارف الفرندات الرواشن اللي هي طالعة تبقى مرتفعة بحيث لما يمر المار وشايل حمولته فوق راسه ما تحوقوش. واضح؟ وإن كان الطريق النافذ مقابل لمقدر يعلم من الكلام السابق فإنه قال هذا إن لم يكن الطريق النافذ ممر فرسان وقوافل. وإن كان إلى آخره فرسان بضم الفاء جمع فارس، وهو راكب الفرس، كرهبان جمع راهب. وقول وقوافل جمع قافلة من القفول وهو الرجوع من السفر. وقول فليرفع الروشن ومثل الصابات كما مر مما مر. وقول المحمل المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ومثل الشقدف المعروف. وقول على البعير بفتح الباء وكسر العين ويشمل الجمل والناقة، وإنما يسمى بعيرا إذا أجزع يعني بقى 4 سنين يعني أو 5، يعني ما يبقى إيه 5 سنين كده، جمل 5 سنين يعني دخل الجيش يبقى اسمه جزع. يقول لك الواد ده واد جدع، جدع يعني جزع يعني بقى راجل يعتمد عليه، فهمت؟ أدي معنى جزع. يبقى جزعة الجمل 5 سنين، جزعة الضأن سنة وماشية في الثانية، جزعة الماعز سنتين وماشية في الثالثة، جزعة البقر سنتين وماشي بالتالت، كل واحد على حسب الجدعانة بتاعه. واضح؟ وقوله مع أخشاب المظلة بفتح المظلة بفتح الميم وكسر الضال المشالة، وقيل بالعكس مظلة أو مظلة، وهي المعروفة عندهم بالمحارة والمحفة والمحمل المغطى اللي هي الهودج، زي اللي بنسميه احنا الهودج، اللي هي بتبقى زي حجرة كده مغلقة بالقماش فوق الرأس الجمل، فوق صنم الجمل يركبها النساء يبقوا مستورين، سموها هودج. ومثلها الموهية والزاملة المعروفتان عندهم. قوله أما الذمي محترز المسلم متقدم في كلامه. وقوله فيمنع إلى آخره أي في شوارع المسلمين، لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم. وأما شوارعهم المختصة بهم ولو في دار الإسلام فلا يمنعون من ذلك فيها بالشرط الذي ذكره المصنف. وقول أن يكون بحيث لا يتضرر المار به بأن يرفع حتى يمر تحته المار التام الطويل إلى آخر ما سبق كما بحثه الأزرعي، وهو بحث حسن. وإن جاز له إلى آخره أي والحال أنه جاز له إلى آخره. قوله فالواو للحال. ولا يجوز إشراع الروشن في الضرب المشترك إلا بإذن الشركة. الباقي ده تقراه لوحدك هتلاقيه سهل، والمرة الجاية هنبدأ من الحوالة. الباقي كلام سهل خالص مش محتاج أي شرح، مجرد قراءة عادية هتلاقي كلام سهل، وهتعرف قد إيه الناس إذا خالفت النظام الذي اتبعه الحاكم لتنظيم الحياة بين الناس أنهم خالفوا الشرع ولم يخالفوا الحاكم. يعني لما تلاقي الإشارة خضراء يعني معناها تمشي، فتروح انت واقف معطل المرور تبقى حرام، يجي عسكري يقول لك حرام عليك تعمل كده، حرام فعلا شرعا انك عطلت المرور. ولو الاشاره حمراء لازم تقف وتروح ماشي تدوس الناس اللي بتعبر الطريق يبقى حرام شرعا. بيقول لك طب الاشاره الحمراء جت في القران
والإشارة الخضراء يعني جاءت في القرآن. لا، القرآن جاء بالنظام، جاء بعمارة الأرض، بعدم الإفساد، ونهى أننا نفسد في الأرض. وعدم النظام ده فساد وإفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين. فاهم؟ أدي الحكاية. فديننا دين حضاري، دين يبني أمم، يبني حضارات، يبني مجتمعات صالحة مصلحة، لكن مش دين غوغائي، دين يقول لك الفوضى الخلاقة زي ما بيقولوا الأمريكان. ما فيش فوضى خلاقة أصلا، الفوضى فوضى. فنسأل الله أن يسلمنا وأن يعلمنا. ونقف على فصل في الحوالة أو الحوالة معلش إن شاء الله. آخر حتة دي معلش عايز بيان، بس دي ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك. ما أنا شرحتها لك يا جارع، الضرب المشترك ما بيتنا إحنا صف واحد كده، احنا انا بطلع الباب الاول وانت بتطلع، لازم تمر على بابي عشان تطلع، والتاني لازم يمر على بابك وبابي عشان يطلع ورا خالص. ماشي. يبقى ده له ان يتصرف في الجزء الخاص بيه، لانه في جزء خاص بيه انا ما بمشيش فيه خالص. ياخر بابه فيه، يقدم بابه فيه، انا ماليش دعوه بيه. يعني ياخد جزء من الضرب ده، واخد بالك، ويدخله في فراغ داره ويعمله دهليز، او يرجع عنه شويه براحته. لكن الثاني ما يقدرش يعمل كده، لانه هيأذي الاول. ما يعملش كده في جهه الثاني، لكن يعمل كده في جهتي بس، في جهته هو. من ناحيه انا مش من ناحيته مع الثاني. وانا اعمل كده في الناحيه بتاعتي، لان انا مش هأذي لا ده ولا ده. واضح؟ بس سهله يعني. انت مش هتحتاج تعمل كده اصلا، انت مش هتحتاج تعمل كده، لان الامور بقت منظمه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.